طاقتك العامة هي أنت في طاقة، احتمال أن تكون في طاقة غضب وغيظ، ربما أنت تكون غضبان من هذا الحبيب، غاضب منه جدا، ربما تريد أن تحيي معه العلاقة من جديد، ربما كنتما في خصام وفي زعل وأنت تريد أن تعطي لهذه العلاقة فرصة وبداية جديدة. إذن هذه البطاقة تحمل أكثر من معنى، ربما تكون أنت وهذا الحبيب متخاصمين وأنت في طاقة غضب وغيظ شديدة، أو ربما أنت تريد أن تتسامح معه وتتصالح وتكون في بداية جديدة مع هذا الشخص، أو عندك شعور وطاقة عالية باتجاه هذا الشخص، أنت عندك شغف باتجاه هذا الشخص، عندك شعور انجذاب جسدي لهذا الشخص، أنت معجب به بطريقة كبيرة، وأنت في طاقة إعجاب أيضا، أنت من المحتمل أنك أنت الملفت للنظر في هذه الوقت، في هذا الوقت أنت إنسان مهتم بشخصيتك، بجمالك، بصحتك، بالرياضة، مهتم بنفسك، وأنت جذاب وملفت للنظر في هذه الفترة، هذه احتمالات. أنت ترى بأن هذا الحبيب هو مبتعد عنك في الكلام، لا يبدي لك أي مشاعر، لا يبدي لك أي اهتمام، هو يعاملك بشكل رسمي جدا، هو يراقبك من بعيد، أنت لا تعلم، ولكنه هو يراقبك ومهتم بأخبارك ومهتم بك، وينوي معك الخير، ينوي أن يرتبط معك وأن يكون معك، احتمال بأن هذه العلاقة تكون بداية جديدة بعلاقة كراش وليست بداية من وليست واحتمال أنكما هذه البطاقة تقول هناك رجوع، احتمال أنكما تكونان في علاقة منذ الزمن والآن حصل بينكما خلافات بسيطة وهناك رجوع. إذا ترى بأن هذا الحبيب غير مبالي وغير مهتم، وتراه أيضا إنسان لبق، جذاب، أنيق، محترم، هو يعجبك جدا. الحبيب في طاقة، هو يراك وكأنك توأم لروحه، هو في طاقة حب كبيرة وعشق لك، هو جدا يحبك، ولكن هذا الحبيب عنده أسرار وغموض في حياته في هذه الفترة، وربما يكون عنده هذا الحبيب ربما يكون عنده أعداء يحاولون أن يوقعوا به في هذه الفترة، أو هو مختفي عنك، ربما يكون هو مختفي، لا يريد أن يظهر لك ولا يريد أن يعلمك أبدا عن أخباره وعن الأشياء التي هو بها. هو يعمل في هذه الفترة استشفاء، هو في هذه الفترة يعمل استشفاء. طاقتك لهذه القراءة، أنت في وضع كما قلت في الطاقة العامة، ظهرت لنا بمظهر أنيق وجذاب ومهتم بنفسك ومهتم بأناقتك، بجمالك، بلباسك، بنحافتك، بالرياضة، أنت مهتم أيضا، أنت جميل، شخص جميل جدا وجذاب، وأنت ملفت للنظر بطريقة كبيرة، أنت في وقت نجاحات في حياتك، نجاح عملي، نجاح عاطفي، أنت شخص محبوب ومسيطر، صاحب قرارات، تعرف ما لك وما عليك، لا تحتاج مساعدة من أحد، أنت تستطيع أن تتصرف وتقوم وتقول ما تريد وتتحكم بأمورك، أنت مسيطر جدا على وضعك وعلى نفسيتك وعلى أعصابك. أنت في هذا الوقت جدا إنسان ملفت للنظر، في وقت نجاح وجاذبية وجمال. الحبيب هو يشعر بالغدر والخيانة، ربما قد غدر بسبب طرف ثالث دخل بينكما، هو يشعر بكسرة قلب كبيرة، هو يشعر بكسرة قلب كبيرة.
وربما ابتعاده عنك، أنت تراه أنه مبتعد، ربما ابتعاده عنك بسبب هذا الأمر. ربما هو لا يظهر أنه مهتم بك لأنه حزين من كل قلبه. هو يحبك لدرجة عالية، هو يحبك لدرجة عالية. ربما في هذه الفترة هو مختفي عنك لكي يبعد عنك، لكي يقدر يحصل على الاستشفاء. هو يحاول في هذه الفترة الحصول على الاستشفاء. هذا الشخص حزين ومكتئب، وهو ما وصل لهذه الطاقة إلا بعد معاناة كبيرة. وصل لهذه الطاقة بسبب حبه الكبير لك. أنت على الأغلب بأنك أنت قد سببت له هذا الحزن، هذا الحزن الكبير. إذا لم تنطبق عليكم القراءة أعزائي، أرجو أن تعكسوا هذه القراءة. وإذا لم تنطبق عليكم هذه الطاقة كلها بشكل عام، اذهبوا إلى أبراج أخرى. لعل طالعكم ليس برج السرطان، لعل طالعكم برج آخر، أو انتبهوا إلى برجكم فينوس، برج القمر أو برج فينوس. انتبهوا، ربما تنطبق عليكم قراءات أخرى. مشاعرك باتجاه الحبيب، تشعر بأنك أنت في هذه الفترة أنت متمسك به، أنت قد أخذت القرار عنه بالابتعاد، ولكنك ما زلت متمسك به، أنت ما زلت تنتظر منه أي خبر يأتي من بعيد، أي خبر. هو في هذه الفترة مختفي كما يظهر لنا بطاقة القمر. هو ربما احتمال كبير أنه يخفي عنك أسراره، غامض لدرجة كبيرة، مختفي أصلا بوجوده ويعمل استشفاء. وأنت ما زلت متمسك به، أنت أخذت القرار بأنك سوف تبعد احتمال عن هذه العلاقة، ولكنك ما زلت متمسك به، وما زلت تفكر به بشكل كبير وتستعلم عن أخباره. وهذه الطاقة تقول لنا بأن هناك مشاعر رومانسية، مشاعر صادقة بينك وبين هذا الشخص، أنت تحب هذا الشخص. إذا لم تكن تعلم بأنك وغير متأكد بأنك تحب هذا الشخص، فأنت تحبه ومشاعرك هي مشاعر صادقة، ليست هي مشاعر حقيقية. ومشاعرك كما قالت هذه الطاقة تستحق أن نعطيها الوقت. وهناك رجوع، إذا كنتما على خصام هناك رجوع. مشاعر الحبيب بالنسبة لك، هو يشعر بأنك أنت السعادة الكاملة، أنت العشر كؤوس، أنت السعادة بألوانها. ربما تكونان من أسرة بسيطة وتكون معك الحياة، يشعر باحتمال أن الحياة معك حياة بسيطة غير معقدة، أنت وهو تعيشان بطريقة جميلة، ولكن يشعر معك بالسعادة الكاملة بكافة أنواع السعادة. يشعر معك أينما ذهب، سواء في البيت، سواء كنتما خارج البيت، سواء كنتما مع الأصدقاء لوحدكما، يشعر معك بالسعادة في أي مكان. ويشعر بأنك وكأنك أنت الأمل الكبير الذي يتمناه، وأنت السعادة الكاملة، وأنت من يريد معه أن يكون معه في أسرة ويكون معه عائلة. هذا الشخص جدا يحبك ويعشقك. هذا الشخص هو يراك بأنك متعب جدا، هو يرى بأنك أنت تعبت وحملت أحمال ثقيلة، وكأنك حصلت معك مشاكل في هذه الحياة أتعبتك وأثقلت عليك، وأنت الآن مبتعد عنه لأمر حصل، احتمال حصل بينكما، أمور حصلت ثقيلة بينكما، ثقل في النفس، أمور تراكمت من ماضي، من حياة، أمور من حياة عائلية، من مشاكل. هو يشعر بك بأنك أنت لا تريد أن تريه وجهك، تريد أن تحمل حملك لنفسك، ولا تريد أن تشاركه بهذا الحمل، تريد أن
تتحمل مسؤوليتك لنفسك بنفسك، ولا تريد أن تشاركه أي هم من همومك وأي مشاكل من مشاكلك. تريد أن تكون تبتعد وتكون لنفسك وتحمل حملك لنفسك. هو هكذا يشعر بك. نوايا هذا الحبيب معك هو أخذ القرار، أخذ القرار بأنه يريد أن يكون في، ربما في يكون بالاقتراب منك. لنرى هذه البطاقة عفوا منكم. نعم، الحبيب يريد أن يكون معك. قرر الحبيب أنه يريد أن يرجع إليك ويكون معك في هو أخذ بالقرار بالبداية، ولكنه ما زال متمسك بك. أنت أخذت القرار بأنك أنت تبتعد عنه، وهو قد حصل على الاستشفاء، واحتمال أنه بعد أن يحصل على الاستشفاء هذا الشخص سيعود إليك وسيكون معك، سيعرض عليك أن يكون تذهبان مع بعضكما إلى سينما، إلى مسرح، إلى احتفال، إلى نزهة في الطبيعة. هو يقرر أن يأتي إليك ويكلمك، ولن يأتي إليك بطريقة مباشرة يتصل بك ويقول لك سأتي إليك، لا، سيأتي إليك بطريقة تسلل، بطريقة غير عادية، بطريقة بالصدفة. سيعمل وكأنه يأتي وكأنه رآك بالصدفة ويريد أن يخرج معك. ما رأيك أن نخرج لنشرب كأس من القهوة؟ ما رأيك أن يريد أن يكون هكذا، لأن هذا الشخص يحن إليك، هو جدا يحبك. كما قلت، تظهر لي في كل البطاقات هذا الشخص جدا يحبك ويعشقك، ويريد أن يأتي إليك بأي طريقة، بأي طريقة، بأي ثمن. يريد أن يعيد معك هذه العلاقة. هو يريد خطته القادمة أن يخرج من الشعور الصعب الذي وضع نفسه به. هو يشعر بطاقة، انظروا إلى هذه البطاقة. هذا الشخص يحبك لدرجة لا تتصورها. حرام أن تترك هذا الشخص بدون أن ترتبط به. الحب لا يأتي لحياتنا كل يوم، الحب الصادق يأتي في حياتنا مرة واحدة. لا يأتينا إنسان صادق يحبنا بهذه الدرجة. هذا الشخص يشعر بمشاعر عميقة وألم شديد من كثرة حبه لك، من شدة حبه لك. هو يشعر بانشطار في قلبه، كل المشاعر، الحزن والألم والتعب والتشاؤم والألم، هو شعر بها هذا الشخص. وهذا الشخص يستحق منك بأن تعطيه الفرصة، وأنت أيضا تشعر بمشاعر صادقة باتجاهه. ولكن أنت إنسان، ممكن أن تكون إنسان مغرور قليلا، متكبر، ترى نفسك بأنك جميل ومهتم بنفسك وأن من حولك ناس كثيرون، وأنك احتمال أنك مستأثر نفسك على هذا الشخص. ولكن هذا الشخص يراك أنت كل شيء في حياته، ولن ترى، إذا تركت هذا الشخص لن ترى إنسان يحبك هذا الحب الصادق مثلما هذا الشخص سيحبك. لو بحثت في كل العالم لن تجد مثل هذا الشخص يحبك هذا الحب الصادق ويعشقك. هذا الشخص يعشقك وينوي على مسامحتك بالرغم من كسرة القلب الذي يشعر بها. هو ينوي على أن يخرج من كسرة القلب ومن الألم الذي هو به الآن. هو يشعر، يحصل هو الآن كما ظهر لنا في الطاقة العامة، هو يعمل استشفاء في هذه الفترة. يريد أن يخرج من هذه الطاقة لكي يعود لك قوي.
مصير هذه العلاقة؟ أنا أرى بأن هذه العلاقة سيكون بها فيها ليس زواج لكنه شغف، احتمال طاقات جنسية. انتبهوا لهذه الطاقة، هذه الطاقة أنا لا أحبذها أبدا، خصوصا في العلاقات العاطفية الجديدة أو في علاقات ربما أنتما في علاقة منذ زمن طويل وهناك هناك علاقات حميمية بينكما، وأنا هذه الطاقة لا أحبذها أبدا، لأن بعد فترة هذه الطاقة تموت وتذبل وينتهي الحب بعد فترة. ولكن هناك رجوع، هناك رجوع، هناك رجوع، هناك تواصل روحي عالي مع هذا الشخص، أنت متواصل وهو متواصل معك بشكل بطريقة عالية. هذا الشخص هناك رجوع وهناك شعور صادق من باتجاه هذا من هذا الشخص تجاهك. هذه البطاقة تقول لك، تريد أن تقول لك هذه البطاقة، حافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق منك هذا. فإذا كنت تريد أن تنفق أموال أو تعطي أموال لأحد، هذه البطاقة تقول لك احتفظ بمالك وانتبه إليه ولا تنفقه إلا على من يستحق لك أن تنفق عليه. ربما كنت في علاقة ثانية مع شخص آخر وتنفق عليه أموالك وهذا الشخص يحبك حبا صادق، تقول لك هذه البطاقة لا تنفق أموالك إلا على من يستحق منك هذا، وهذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة. ربما إذا تركت هذا الشخص سيؤدي بك إلى الحزن والخسارة. هذا الشخص جدا يحبك وهذه المشاعر مشاعر صادقة باتجاهك، لا تترك هذا الشخص، لا تترك هذا الشخص يضيع منك، وانتبه إلى أموالك واخرج من حالة الحزن. أيضا إذا كنت تشعر بحزن وحنين إلى شخص ما معين، أخرج من هذه الطاقة وافتح قلبك للحب من جديد، فهذا الشخص يستحق منك الانتظار وأن تعطيه الفرصة وأن تعطيه الحب مثل ما هو يحبك. شكرا لكم مواليد السرطان على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.